بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم عوامل نجاحك في العمل أونلاين إن أنت تكبر السوشيال ميديا بتاعتك، يعني بنتكلم عن الإنستجرام، عن الفيسبوك وعن تويتر. أنا النهاردة كلامي كله هيكون عن إزاي أكبر السوشيال بلاتفورم بتاعي إنستجرام. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم. بسم الله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن من الأشياء اللي أنا بقى عايز أقولها لكم كده في البداية، أنا بصراحة لم أكن أبدا مهتما بالإنستجرام. أنا كل اهتمامي بصراحة من سنين بالفيسبوك، يمكن تويتر نص نص. أنا بقى نركز على الإنستجرام، والنهاردة هعلمكم نقطتين ثلاثة كده أشياء ياريت لو تبدأوا فعلا تطبقوها مباشرة بعد هذا الفيديو. فحابب أقول لكم على الأشياء اللي أنا بدأت فعلا أستخدمها، بدأت أطبقها، لقيت كتير من كبار الانفلونسرز بيستخدموها في العالم. تعالوا أفرجكم على أول نقطة هنا. لو تلاحظوا أنت لما بتيجي تستعرض الانستجرام بتاعك من على الكمبيوتر، تشوف هنا طبعا التفاصيل بتاعتك، اليوزر نيم بتاعك وكل تفاصيلك. أنت طبعا ممكن تغير وتبدل في اللي أنت كاتبه من خلال أن أنت تضغط على Edit Profile، وتلاقي هنا بقى هي دي اللي أنا عايزها. أنت طبعا ممكن تضع لينك خاص بيك هنا، اي حد بيشوفه يضغط عليه يروح للويب سايت مثلا بتاعك. انا هنا حابب افرجكم على فيصل السيف، شخص بحترمه جدا الحقيقة، هو من السعودية. فيصل السيف ده تقني معروف بيتكلم عن الكمبيوترز والموبايلات والحاجات دي كلها، اي شيء له علاقة بالتكنولوجيا. هتلاقوا فيصل هنا حاطط اللينك اهو، ممكن ده يكون دعاية على فكرة، هو بيغيره من وقت للتاني اللينك ده. فلو ضغطت انا هنا على هذا اللينك، تعالوا نشوف كده هنروح على ايه. او زي ما انتم شايفين بيعلن عن شبكة الجيل الخامس من STC، طبعا ده في السعودية، فوارد جدا ان دي تكون دعاية. فهي دي الفكرة، ان انت بتضع لينك، لكن انا هنا لما ضغطت مفيش غير لينك واحد فقط لا غير. طب ايه رأيكم بقى في واحد زي ستيفن جيمز هنا؟ ده من الناس اللي انا برضو من وقت التاني بكلمكم عنهم. هنا بقى انا شايف اللينك بتاعه بادئ بحاجة اسمها لينك تري، يعني هي لينك تي ار وبعد كده دوت اي اي وسلاش، وكاتب هو بقى اسم البراند بتاعه اللي هو Project Life Mastery. انا لو ضغطت هنا ايه اللي انا هشوفه؟ تعالوا كده شفتوا بقى الذكاء، هو هنا حاطط بقى ايه، مش لينك واحد وخلاص، لا ده انت هنا حطيت 1 2 3 4 5 6 7 8 مواقع اقدر اروح لها ببساطة. وهنا كأنه بيقول انا بستخدم الانستجرام وبحط 8 لينكات مرة واحدة. هي دي الفكرة اللي انا عايز اكلمكم عنها النهاردة. يبقى دي اول نقطة عايزين نتعلمها يا شباب النهاردة ونبدأ على طول نطبقها. انا هنا عاملها اهو linktree.ee/mansari. انت لو ضغطت هنا بس شوف بقى انت هتروح على ايه، هتروح على كل هذه الروابط. انا بجمع كل حاجتي حقيقة هنا دايما، يعني الشباب يسألوني طب فين الدورات المجانية، طب فين صفحتك على الفيسبوك مثلا، كتير بتسأل السؤال ده. بعد كده خلاص هيبقى هو ده اللينك اللي بيودي على كل حاجة. شوف بقى انا مرتبهم ازاي. هنا لينك بيودي على جميع الدورات التدريبية المجانية والمدفوعة، كورس كيندل المجاني، صفحة كيندل على الفيسبوك. يعني انا لو عايز هنا صفحة كيندل اضغط هنا اروح على طول على الصفحة. هي دي الفكرة، ان انت جمعت كل حاجة في مكان واحد. ادي الصفحة على طول رحنا لها على الفيسبوك، وده كان اعلان عن فيديو الامس، لو ما شفتوش يا شباب شوفوه. اي حد عنده بقى سؤال هنا، في اهو عمر ببارك لك يا عمر، دي بدايتك، بداية طبعا كويسة جدا محفزة، ابدأ اشتغل توكل على الله اجتهد وربنا يكرمك. ال 21 دي في يوم من الايام بقى تشوفها كده 21,000 ان شاء الله. فدي الفكرة شباب. طب انا عايز اعمل نفس الحاجة دي، اعملها ازاي واحط كل اللينكات الخاصة بيا؟ ممكن انت بقى لو بتشتغل في الافليت ماركتنج تضع الروابط بتاعتك، يعني انتوا مثلا هنا هتلاقوني حاطط الببلشر روكت والكيدس. يبقى دي اول نقطة، انا لو عايز اعمل ده اعمله ازاي؟ هروح على الويب سايت اللي اسمه لينك تري، يعني هكتب كده linktr.ee، هو ده الموقع. طبعا الخدمة مجانية ما تقلقوش، برايسنج اهو، احنا عايزين الخدمة المجانية مش عايزين المدفوعة، هي دي اللي احنا عايزينها فري. طبعا شوفوا دي اللي انا عايزها اللي هي ايه، unlimited links، انا مش عايز حاجة تانية، هي دي فقط لا غير. بتيجي طبعا بتعمل لنفسك اكاونت وبعد كده بتيجي على لينك تري. بعد كده انا هو قدامكم على الصفحة بتاعتي دي اللي انا فرجتكم عليها من شوية. هنا بقى بتعمل ايه، عايز تضيف لينك جديد بتيجي هنا add new link،
تكتب اللينك بتاعك هنا، وبعد كده هنا تكتب الاسم اللي انت عايزه، يطلعوا لك على طول هنا، يظهروا مباشرة. طبعا انا هلغي الكلام ده. طبعا انت بقى من خلال اللينكات دي بتسوق لكل حاجة عندك، بتعرف بنفسك، حابب تحط كورساتك، عايز تحط لينكات للأفيليت ماركتينج، اللي انت عايزه كله تقدر تعمله هنا ببساطة شديدة. وبعد كده بقى بتاخد اللينك بتاعك اللي هو مثلا هنا زي ده كده، انت اللي بتحدد لنفسك بعد 3/ بتكتب ايه، وبتختار بقى الاسم اللي انت عايزه، وبعد كده بتحطه بقى زي ما انت شايف هنا كلينك في الانستجرام، وممكن تحطه على الفيسبوك، ممكن تحطه على تويتر، ممكن تنشره في اي مكان انت حابب تضع فيه اللينك. دي كانت النقطة الاولى. انا مثلا هنا بضع زي ما انتم شايفين اقوال مأثورة، اشياء محفزة، يعني انا حابب اهتم ان شاء الله في الفترة القادمة بالانستجرام، فانا بدعوكم ان انتم تعملوا لي فولو يا شباب، وان شاء الله اضع لكم اشياء في الفترة اللي جاية تكون كويسة جدا وحصلة. طبعا من الكوتس اللي انتم شايفينها هنا دي، انا عندي مجموعه من الكوتس هنا فباخد منها. طب حاجه بسيطه كده اعلمكم بسرعه، لو انا عايز اضع صوره على الانستجرام بتاعي لازم طبعا من التليفون، مش كده؟ ما ينفعش من الكمبيوتر. لكن خلوني بقى اعلمكم طريقه سهله جدا نقدر من خلالها نضع اي صوره احنا حابين نحطها على الانستجرام بكل بساطه. طبعا انا عندي السوفت وير ده اللي اسمه انستا سوشيال كوتس، وبرده ممكن احط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. باجي هنا بحدد، اقول له مثلا عايز 5 كوتس، وبقول له يلا اديني بقى 5 سوشيال كوتس وعايز احطها عندي. باجي هنا كليك تو داونلود، واهو في ساعتها عمل لي 5 سوشيال كوتس. هو سيكس شال فايند، طبعا هنا بيقول لي مثلا بليف يو كان اند يو ار هاف واي ذير، يعني اقوال مأثورة بتكون حلوة، اشياء محفزة من وقت للتاني بحب احطها. طب تعالوا اعلمكم ازاي بقى اضع اي صورة عندي انا حابب احطها على الانستجرام. اجي هنا في الحتة البيضة دي اضغط رايت كليك واختار انسبكت، وبعد كده السهم اللي فوق ده اضغط عليه، وبعد كده اعمل ريفريش، او خلاص شايفين البلاس ظهرت تحت اهي، واقدر بقى احط الصورة اللي انا عايزها، اضغط عليها واحط الصورة بتاعتي. نفترض احط دي مثلا، اهي اصغرها طبعا، واقول له نيكست شير، خلاص الصورة اتحطت. شفتم بقى الشباب اللي بيعانوا من فكرة ما اقدرش احط اي صورة من على الكمبيوتر بتاعي على الانستجرام يعني، لا خلاص ادي الصورة اتحطت. يبقى لحد دلوقتي اهو تعلمنا حاجتين، اول حاجة موضوع لينك تري اللي بحط فيه جميع الروابط بتاعتي كلها من البداية حتى النهاية، وهنا تعلمنا فكرة ازاي اضع صورة من الكمبيوتر بتاعي على الاكونت بتاعي على انستجرام. وبالنسبة للكوتس دي انا بجيبها من هذا السوفت وير اللي انا هسيب لكم الرابط بتاعه، انا افليت معاه، لو حابين تاخدوا نفس السوفت وير ده تعملوا بيه السوشيال كوتس وتضعوها على الانستجرام اكونت بتاعكم، هي دي الطريقة اللي انا اقدر بيها اكبر الاكونت بتاعي. طبعا ده بالاضافة لو تفتكروا يا شباب الطريقة اللي انا شرحتها لكم من قبل كده، ممكن من اسبوع او اكتر، ان انا لو عايز اعمل فولو لحد والحد ده يرد لي الفولو من خلال السوفت وير اللي انا كلمتكم عنه اللي اسمه جافا سكريبت، انا باجي هنا على حد زي فيصل السيف واضغط على الفولورز بتوعه وعنده اكتر من 1,000,000. بعد كده باجي بقى على السوفت وير بتاعي بضغط هنا واقول له ستارت، انا شرحتها لكم قبل كده اكتر من مره. وبعد كده بطريقه تلقائيه انا بسيبه بقى وادخل انام واحدد له، انا اقول له انا عايز مثلا 100 شخص، انا هنا اهو بحدد عايز 100 شخص، وهو بقى بيبدا يجيبهم لي من خلال السوفت وير ده. وبعد كده تقريبا يمكن فوق 50% انا لقيت ان هم بيردوا لي الفولو، بيعملوا لي هم كمان فولو، وبكده انت الحاجه بتاعتك بتزيد وبتكبر، السوشيال ميديا بتاعتك بتكبر. ممكن تعمل ده مع انستجرام ومع تويتر، مع الاثنين دول فقط لا غير. برضو هسيب لكم الرابط لهذا السوفت وير الشباب اللي ما سمعوش عنه قبل كده وبيسمعوني لاول مره دلوقتي وحابين يتبعوا نفس الاستراتيجيه بتاعتي. يبقى نلخص اللي قلناه النهارده، كلامنا كله كان عن الانستجرام. اول حاجه اتكلمنا عن لينك تري، ودي خدمة مجانية بحط كل الروابط بتاعتي اللي انا حاببها، وباجي هنا على الاكونت بتاعي باجي بضع الرابط بتاعي هنا، وده الرابط اللي بيؤدي لكل الاشياء بتاعتي. تاني حاجة اتكلمت عن هذه السوشيال كوتس والصور دي، انا المصدر بتاعي زي ما قلت لكم عندي اكتر من حاجة بجيبها مثلا من خلال هذا السوفت وير، وكان عندي ايضا مجموعة من السوشيال كوتس انا كنت شاريها من بروفيت بيكسار بجيبها من هنا، ده برضو من الاشياء اللي انا اتكلمت معاكم عنها زمان، و
باخد منها ايضا الصور والحاجات اللي انا بحطها، زي مثلا هذه الصوره دي انا عاملها بهذا السوفت وير اللي اسمه بروفيت بيكسار. ايضا عندي طبعا الان فيديو اللي بحط بقى، يمكن لو تلاحظوا بقى لي فتره في اللي هو نهايات الفيديو بتاعتي مختلفه، فدي كلها بعملها من خلال هذا السوفت وير. رائع حقيقة، انا شايفه من اهم الاشياء اللي انا حقيقة بستخدمها مؤخرا. دي الاشياء اللي انا بجيب من خلالها هذه الصور وهذه الاشياء. دي الاشياء اللي انا حبيت اقولها لكم في هذا الفيديو، كلها طبعا زي ما انتم شايفين متعلقة بالانستجرام. ما تنسوش يا شباب لينك تري، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان هبدأ اكلمكم عن اشياء اكتر واكتر عليه. دي كانت الاشياء اللي انا حبيت اقولها لكم في هذا الفيديو، شكرا لكم، ولا تنسوا انا نسب الناس ومن يعني يعن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.